عوض أن مثلا نطالب بالتعريب، فنحن نتجه إلى الفرنسة أو الفرنكوفونية. لا يمكن لأي بلد أن يتطور، كل الدول والحضارات لا تتطور وتتقدم إلا بلغتها، انطلاقا من الصينية والكورية واليابانية وحتى لغة اليهود العبرية القديمة التي يستعملونها الآن. حتى قبرص الصغيرة مستقلة بلغتها، ومالطا كذلك. التعاون التجاري، الصفقات الكبرى كلها بالإنجليزية، ولغة العصر هي الإنجليزية. أما في هذه المنظمة وفي دول هذه المنظمة، فكل الصفقات تذهب إلى الشركات الفرنسية، وهذا كما تدعي فرنسا مشروع حوار حضارات تحت جناح فرنسا وبلغتها وبثقافتها. ففرنسا لا تريد أن تلغي لغتها وثقافتها، وتريد أن تفرضها علي أنا وعليك أنت وعلى الناس، ونحن لا حولنا ولا قوة، لا علاقة لنا أصلا لا بالثقافة الفرنسية ولا باللغة الفرنسية. الأقاليم الفرنسية وراء البحار كثيرة، محيطة بمدغشقر، كثير من الجزر تريد الآن في بعض المناطق الانفصال عن فرنسا. نشر الثقافة الفرنسية خصصت له ميزانية استعمارية، ووزارة خصصت كذلك للاستعمار واستمرارية الاستعمار. ما علاقة الشعوب العربية المسلمة بالثقافة الفرنسية؟ لماذا تريدوننا أن نحمي الثقافة الفرنسية وندافع عنها ونحن أصلا لا علاقة لنا بها؟ تفرضون على الناس لغة الأجانب وثقافة الأجانب، وإهمال لغتهم في عقر دارهم. الفرنكوفونية كما قلت وكما أقول هي أصلا أحادية الاتجاه، ثقافة فرنسية، لغة فرنسية، الفكر فرنسي، غياب أصلا احترام الثقافات الأخرى واحترام الاعتراف. لا تعترف فرنسا والفرنكوفونية بالحوار معها إلا بالفرنسية. لا، ليست هناك ندية، كل الدول لها نقص التي هي في المنظمة لأنها ضحية الاستعمار القديم. أغلب الدول الرسمية الرئيسية، فرنسا تريد أن تجعل لنا كلنا لنا لون واحد وطعم واحد، وهو اللون والطعم الفرنسي. وبهذه الطريقة تكون فرنسا قد غسلت أدمغتنا بهذه الطريقة. فأتساءل دائما، لماذا الفرنسية لوحدها في هذه المنظمة؟ أين لغات وثقافات الشعوب الأخرى، ثقافات الشعوب الإفريقية الغنية؟ فرنسا تحكم قبضتها بمخالبها على الجميع، تحارب العربية في المغرب وفي شمال إفريقيا، وتحارب التعريب في بلداننا. لماذا؟ لا نعرف، بمباركة أناس من بني جلدتنا. وأنا دائما أتساءل، هل نزل الإنجيل بالفرنسية إلى هذه الدرجة؟ تبقى الفرنسية والفرنكوفونية رمز لهذه السلطوية وهذا التكبر وهذه الهيمنة، ونحن ما زلنا لم نستطع جلب حتى الاستعمار الحقيقي لشخصيتنا ولهويتنا. يجب أن ننقلب على من قبضة فرنسا
لننجو من هذه الورطة بكل صراحة. لذلك نطالب في بلداننا بمناهضة الفرنكوفونية والوقوف لها، ووقوف والتصدي للزحف الفرنكوفونية، لأن حتى الثورة الفرنسية إذا رجعنا إلى التاريخ فهي لم تكن أصلا لا ديمقراطية ولا سلمية ولا أي شيء. يجب التشبث بتقاليدنا وهويتنا، هذا هو ما نطالب به، إلى درجة أننا فرنسا والفرنكوفونية سلبت منا حتى عقولنا، وسلبت منا شخصياتنا وهويتنا المغربية العربية. فصار المغربي للأسف والشمال الإفريقي أحيانا بعض المواقف المضحكة بالفرنسية، صرنا نقرأ اللغات الأخرى كذلك، قراءة الإنجليزية بالفرنسية. مثلا سمعت كثير من المغاربة يقرؤون كلمة مثلا الحب باللغة الإنجليزية love، هما يقرؤوها love، يعني إلى هذه الدرجة والسذاجة وصلنا، ولاك هو الحظ يعني. فسمعت ناس قرأوها بلوك، وانظروا إلى هذه المهزلة التي، وهذا النقص وهذا الانحطاط الذي وضع، زيادة على الأمية والجهل، مع العلم أننا أصلا لا نتقن اللغة الفرنسية بطريقة جيدة. فانظروا كذلك حتى ما يسمى بالجندي المجهول، هذا الجندي المجهول هو عبارة عن أناس قاوموا وجاهدوا في الصفوف الفرنسية لمحاربة في الحرب العالمية الثانية والأولى، لمحاربة الدول الأخرى مثل ألمانيا. وهذا الجندي المجهول يبقى جندي بدون اسم، مجازي، وهذه أقول يعني لا أسماء ولا عدد لهؤلاء الناس، ولا بلدان ولا أصل، هكذا تجازي فرنسا هؤلاء الناس الذين وقعوا ضحية للدفاع عن الأراضي الفرنسية لتحرير فرنسا من ألمانيا مثلا. هذا هو ما جازت به فرنسا رجالتنا، وما أعطتهم بعد وفاتهم، فأطلقت عليهم اسم الجندي المجهول، في حين أننا هذا ما جازت به. كما قلت فرنسا، هذا السؤال أطرحه لأنها تعاملت مع هؤلاء المقاومون الذين حرروا فرنسا، هذا هو الجزاء، الجزاء هاد الرجالات، هاد الشجعان، الجندي المجهول. فعوض ذلك، فتعرفون أن اليهود يتهمون كذلك هتلر أنه فعل بهم الأفاعيل. وإذا ذهبت إلى ألمانيا وبولونيا تجد كل شيء باسمه، وكل شيء مسجل وبالعدد والرقم، لكن عندما تأتي إلى جنودنا نحن من مستعمرات فرنسا، الجندي المجهول. فتعرفون أن المغرب تعرض، وشمال إفريقيا تعرضوا للغزو الفرنسي، المغرب مثلا الإسباني، وكذلك الإيطالي استعمر ليبيا، وهذا ظلم واستبداد، ونحن عانينا وما زلنا نعاني من هذا الذل والإدلال. فرنسا تريد فقط نهب كل ما هو تحت التراب أصلا، وتريد حلب كل المستعمرات، وتريد أن تبقى هذه المستعمرات لا تعرف إلا الهذيان بفرنسا. فرنسا تريد الاقتصاد والسياسة والتحكم في التراث. نحن هذا التخلف والاضطراب النفسي الذي نعاني منه للشخصية المغاربية، سببه فرنسا وما تركته فرنسا على مر هذا
على مر الزمن الاحتلال ما زال يحارب أصلا المغرب، ويحارب شمال إفريقيا، ويحارب اللغة، ويحارب الهوية، ويحارب التراث والاستمرارية. والاحتلال يريد أن تبقى بدون كرامة ولا إنسانية. التقليد اللغوي هو تخلف طبيعي. هذه اللغة الجرباء التي نخلط فيها العربية بالفرنسية، هذا تخلف زيادة على التخلف السياسي والفوضى الاقتصادية والثقافية. فرنسا تسخر كل قواها للاستمرار في نهبنا وسرقة خيراتنا بالطبع، وفرض ثقافتها ولغتها طبيعي، وفرض فرنستها علينا وعلى شعب أكثر من نصفه، يعني على الشعوب التي تغلب عليها الأمية أصلا. ففرنسا تريد أن يتكرس هذا الجهل والفقر والجلد الاجتماعي وهذه البطالة، لأن من مصلحتها تدمير وسلب أخلاق الشباب والشعوب. أن فرنسا تريد أن تنطقنا بالقوة، بلغتها بالقوة. وأنا أتساءل أحيانا أين علماء الدين في هذا الموضوع بالضبط، للتحذير من خطورة اللغة الفرنسية والتشجيع على التكلم بلغة البلد الرسمية. لماذا هذا تضييق الخناق علينا في لغتنا؟ وبالرغم من أن هناك سيطرة ونهب مبرمج للشركات الفرنسية في هذه الدول الفرنكوفونية، الشركات الفرنسية تأتي على الأخضر واليابس لكل موارد وطاقات وخيرات البلدان هاته، وهذا هو الذل. الغنى الفاحش لهذه الشركات، لكن الفساد والفقر والاستغلال للدول التي تعيش في هذه الدول الفرنكوفونية. لذلك نرى شبابها يحاول دائما امتطاء والهروب من بلدانهم نحو أوروبا. فكما قلت، فإن فرنسا بالفرنكوفونية تمسك برقاب هذه الدول ولا شك، وتشد على أجسامهم بمخالبها لتعصرهم وتحليبهم، ولم لا؟ وتساءل، هل هذه الدول كلها مقاطعة من مقاطعات فرنسا؟ أين هو الاستقلال؟ أين هي الكرامة؟ هذه هي تحقيق الفرنكوفونية، هي فكرة إمبريالية تريد تحقيق فكرة الإمبراطورية الفرنسية وحلم نابليون. هذه هي الحقيقة. فسويسرا كما قلنا والفرنكوفونية محدودة فيها، وبلجيكا محدودة. وأعيد الاعتراف بالهوية والكينونة واللغة والثقافة والاقتصاد والدين تكرهه فرنسا، السيطرة الفرنسية فقط، لأن أحادية التفكير وأحادية المنهج، وهي بنوع من بطريقة أو بأخرى نوع من الدكتاتورية. وإقصاء كل طبيعي، إقصاء كل اللغات. وأتساءل وأعيد السؤال، لماذا هجرنا التعريب؟ ما هو العيب في اللغة العربية وفي شمال إفريقيا أصلا؟ فإذا كان كذلك لا بد من لغة أجنبية، فلماذا فشمال المغرب يتقن الإسبانية؟ فلماذا لا يمكن لهؤلاء أن يدرسوا بالإسبانية؟ فلا، فرنسا تفرض الفرنسية حتى على المنطقة التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا. إذا الفرنسية لوحدها تريد أن تبقى وأن تهيمن. هل تعلمون أن الفرنسية هي اللغة التاسعة عالميا من حيث النطق؟ اللغة التاسعة عالميا من حيث النطق، والعربية تأتي قبلها بكثير. أعطيكم إحصائية أخرى، هي التاسعة عالميا من حيث النطق في العالم، هي اللغة الفرنسية.
مرتبة ليست جيدة. على شبكة الإنترنت، هل تعلمون أن الفرنسية بصفحات الإنترنت الإلكترونية فقط 5% من الصفحات على الإنترنت هي بالفرنسية؟ 5% فقط. أما تصور أن ألمانيا بجنبها، ألمانيا لوحدها ليس لها كل هذه المستعمرات، لها 7% من صفحات الإنترنت اللغة الألمانية، تصوروا معي. أما الإنجليزية فلها اسمعوا 45%، 45%. ولماذا نحن لا ننشئ صفحات إلكترونية في الإنترنت تدريجيا، وننشئ بالعربية، وننشئ معاهد للترجمة، ونصح اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية في الاتحاد الأوروبي؟ هل تعلمون هذا؟ اللغة الأجنبية الأولى في كل الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، ما يقارب 45% من سكان الاتحاد الأوروبي يتكلمون اللغة الإنجليزية كاللغة الأجنبية الأولى، من هولندا والسويد والدنمارك وألمانيا. اللغة الإنجليزية ما يقارب 45% من اللغة هي اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية في الاتحاد الأوروبي. يعني لذلك فأنا أرجع وأقول، فرنسا لا تنفعنا، ولا الفرنسا ولا الفرنكوفونية بشيء، لا تنفعنا بشيء. الدفاع عن مصالحها فقط هو مشروع استعماري باسم الحداثة والانفتاح والحوار، وأصلا ليس هناك حوار. ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.